تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، واحدة من نجمات السينما المصرية التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الفن، وعرفت بملامحها الجميلة وابتسامتها الهادئة، واشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية إلى جانب كبار النجوم. يا سلام، مين كان يصدق إن الأيام تجري بالسرعة دي، والكتكوتة الصغيرة اللي كنت بشيلها على كتفي تكبر وتبقى عروسة حلوة تملى العين. ربنا يخليك لنا يا عم سيد يا قمر. اشتهرت مديحة سالم من خلال المسلسل الإذاعي داليا المصرية، وعلى الرغم من محاولاتها لتحقيق البطولة المطلقة إلا أنها كانت أكثر تألقاً في أدوارها الثانية، وقدمت مجموعة من المسلسلات المميزة مثل القط الأسود مع محمود المليجي والرجل والحصان وهارب من الأيام، كما أدت أدواراً جادة بعيدة عن الكوميديا في أفلام مثل الناس والنيل مع سعاد حسني وحب وكبرياء مع نجلاء فتحي. كفاك استئثاراً بأبيك يا رقية، وافرغي لما يجب أن تعملي من شأن البيت. ورحلت مديحة سالم عن عالمنا في 19 من نوفمبر 2015، لكن إرثها الفني سيظل حاضراً في قلوب محبي السينما المصرية. عن إذنك، تفضلي يا بنتي.